السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاثنين 12 اكتوبر في مخيم يبعد عن الخرطوم اسمه واد رملي. في بساعة تقريبا في حوالي 425 شخص، يعني حوالي 85 أسرة، واحنا واقفين في وسط المخيم او في جنوب المخيم. وزي ما انتم شايفين هي دي انواع الحمامات اللي هي بيخشوا فيها الناس علشان ياخدوا حاجياتهم، ليس فيها اي يعني احترام لأدمية الناس، لكن الناس عايشة علشان يعني مضطرة انها تعيش في هذا المكان منذ الاسابيع الماضية. وطبعا شح هنا المياه وشحت الطعام وكل حاجة شحيحة في الموضوع هنا هو، وكتير جدا من الناس محتاجين كل شيء. يعني زي شايفين الخيام، هذه خيام موجودة هنا وهناك في كل مكان. وطبعا درجة الحرارة هنا تقرب من 40 درجة مئوية في الآن، يعني في وسط هذا الحر الشديد، في وسط هذا المكان اللي هو المعزول عن الحضر في داخل الخرطوم. فإحنا بنحاول نؤكد عليكم إن حاجة السودان شديدة جدا جدا جدا. وبعد كده هنروح في هناك عشان نتكلم مع المسؤول عن المخيم ومع بعض اللي هم النازحين. السلام عليكم.